حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ بأهم العناوين. في المدى الصحة العالمية 80% من العراقيين لا يلتزمون بارتداء الكمامة. عنوان الصحيفة الزمان: السفارة الأمريكية تجرب إنذارات الخطر. في عربي 21: أرمينيا وأذربيجان تعلنان حالة الحرب ودعوات إلى التهدئة. في صحيفة العربي الجديد: تحرك عراقي واسع لاحتواء موقف أمريكي يتضمن إغلاق السفارة في بغداد. عنونت القدس العربي: واشنطن أعدت خطة لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد. نطالع في العرب اللندنية: روحاني لوزير الخارجية العراقي، وحدة الشيعة فوق أي اعتبار. وعنونت الشرق الأوسط: وفيات كورونا عالميا تتجاوز المليون. هددت واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد، الأمر الذي قد يؤدي إلى توجيه ضربة قاسمة لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، الذي ينظر إليه على أنه حليف بارز لواشنطن. تقرير لصحيفة العرب اللندنية بشأن تداعيات إغلاق السفارة الأمريكية، فلنتابع تفاصيله. وجد العراق نفسه منذ فترة طويلة عالقاً في صراع بين إيران والولايات المتحدة، الأمر الذي شكل استنزافاً كبيراً لقواه. وفي تصعيد جديد، قال مسؤولون عراقيون وأجانب إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصل بالرئيس العراقي برهم صالح الأسبوع الماضي ووجه له إنذاراً شديد اللهجة. وقالت المصادر إن واشنطن حذرت بأنه إذا لم تتحرك الجهات الأمنية والقضائية في العراق ضد استهداف البعثات وقوات التحالف، فإن لديها بدائل أخرى لضمان عدم استمرار هذا الوضع. وصرح مسؤول عراقي لوكالة فرانس بريس أن واشنطن ليست منزعجة فحسب مما يحدث ضد البعثات الدبلوماسية، ولكنها منزعجة جدا من هذه الإجراءات. ولا يزال لدى الولايات المتحدة المئات من الدبلوماسيين في المنطقة الخضراء في بغداد، حيث الإجراءات الأمنية مشددة ونحو 3000 جندي يتمركزون في 3 قواعد في جميع أنحاء العراق. ظل بعض من قادة الفصائل شبه العسكرية الموالية لإيران صامتين خشية تعرضهم للضربات أو العقوبات الأمريكية، وتوارى البعض الآخر منهم عن الأنظار بشكل كامل. ويبدو أن التهديدات الأمريكية الجديدة عمقت الخلاف المتزايد بين الفصائل الموالية لإيران وتلك الأقل استعداداً للدخول في مواجهة كاملة مع الولايات المتحدة. ويقول مسؤولون استخباراتيون عراقيون ومصادر سياسية إن إيران كانت تجمع الأفراد الأكثر تشدداً بين حلفائها العراقيين في هذه التكوينات الجديدة، وترى هذه الجماعات المعادي تكوينها أن الكاظمي هو رجل واشنطن في بغداد، وهي غاضبة من وعوده التي تهدف إلى كباح وكبح جماحها. ذكرت مصادر سياسية عراقية في بغداد لصحيفة العربي الجديد أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يجري مع كل من رئيس الجمهورية ومجلس البرلمان، مجلس النواب برهم صالح ومحمد الحلبوسي، يجري اتصالات واسعة مع الجانب الأمريكي لاحتواء موقف من استمرار القصف الصاروخي على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء من جماعات مسلحة مرتبطة بإيران، يقضي بإغلاق السفارة ونقل أفرادها إلى أربيل. قال مسؤول عراقي للعرب الجديد إن الوقت لم ينفد بعد، لكن الأمريكيين يتحركون بشكل متسارع وغير مفهوم لتصعيد الموقف بإغلاق السفارة أو تعليق عملها ونقلها إلى أربيل.
ويطرحون سيناريو أن لديهم معلومات تشير إلى نية الجماعات الموالية لإيران مهاجمة السفارة مرة أخرى بصواريخ أكثر تأثيراً تهدد حياة الطاقم الأمريكي العامل بالسفارة. وبحسب المسؤول ذاته، فإن الرئاسات العراقية الثلاث ممثلة برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان يتحركون أملاً بإيقاف نوايا الخارجية الأمريكية باتخاذ أي خطوة تتعلق بعمل سفارتها في بغداد. وأشار إلى أن إغلاق السفارة يعني أن الولايات المتحدة تريد اتخاذ خطوات جديدة رداً على الاستهداف المتكرر للسفارة. وقد نشهد ضربات جوية لمقرات فصائل مسلحة في العراق. وفي وقت سابق أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد بياناً نوهت فيه إلى أنها ستختبر خلال اليومين المقبلين إجراءات الإنذار المبكر وتدريبات الطوارئ في توقيت يتزامن مع معلومات عن تحصينات جديدة تمت إضافتها على مبنى السفارة الواقعة داخل المنطقة الخضراء. وبالتزامن مع بيان مشترك للرئاسات العراقية الثلاث صدر عصر الأحد، نددت باستهداف البعثات الأجنبية، وحذر هذا البيان الجهات المتورطة بتلك الهجمات. جددت ميليشيا نوجباء إحدى أبرز الميليشيات الموالية لإيران تهديدها السفارة الأمريكية متحدثة عن امتلاكها لما سمتها أسلحة دقيقة. لم يكن من المتوقع أن يثير خطف ناشط في الحراك الاحتجاجي كل هذه الأزمة ويفتح الأبواب لصراعات خطيرة بين القوات الحكومية ومسلحي القبائل. السبق أن تعرض العديد من الناشطين لخطف واعتقال وتنكيل وتصفيات من دون أن يحرك ذلك ساكنا أو يثير حماسة للجهات الحكومية لتتحرك بما يثير حماسة الجهات الحكومية وبما تحركت به القوى الأمنية العسكرية بعد إعلان خطف الناشط سجاد العراقي في محافظة ذقة. إذن عن خطف الناشط سجاد العراقي كتب صادق الطائي مقالا في صحيفة القدس العربي. سجاد العراقي شاب عشريني من أهالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذقار. تشير التقارير الصحفية إلى أنه متخرج من قسم التاريخ في كلية الآداب من جامعة ذيقار، وأنه عاطل عن العمل، يمارس بعض المهن البسيطة بين الحين والآخر، إذ لم يحظى بفرصة عمل حكومي، وكان ناشطاً في الحراك الاحتجاجي منذ عام 2011. وقد أحاطت به مجموعة من الناشطين ما جعله يبدو كقائد ميداني بارز في حراك محافظة ذيقار. وقد ظهر سجاد العراقي قبل بضعة أشهر في أحد التسجيلات المصورة وهو يجبر مدير صحة محافظة ذيقار على الاستقالة، وقد أحاط به المحتجون. وتشير المتابعات التي نشرتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي غطت اختطاف العراقي لأنه كان ناشطاً مختلفاً عن أقرانه، إذ تميز بالجرأة وقام بفتح ملفات الفساد في محافظته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشط في التحريض على حركات وأحزاب الإسلام السياسي الفاسدة، كما اتهم بالتحريض على مهاجمة مقرات تلك الأحزاب وإحراقها. كل ذلك جعل من سجاد العراقي هدفاً لجهات سياسية معروفة في مدينة الناصرية، وقد تلقى تهديدات من تلك الجهات، كما تعرض قبل حوالي شهر إلى محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة في خيمته في ساحة الحبوبي. ويبدو أن الدور قد حان على قبائل الجنوب التي أوغلت بعض قياداتها في تخادم فاسد مع الميليشيات وباتت موئلاً للسلاح المنفلت، وأصبحت تشعر بأنها أقوى من القوات الحكومية المسلحة. يبدو أن هذه القبائل التي امتلكت الأسلحة المتوسطة وحتى الثقيلة باتت تتعامل على أنها دويلات داخل دولة، وتتفاوض مع سياسيي المحافظات الفاسدة، وتأخذ عملاتها من صفقات الفساد، وتفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض. أكدت الثورة التزام الشعب العراقي بثوابته الوطنية وعدم التفريط بها وقدرته على استعادة حقوقه مهما طال الزمن وغلت التضحيات.
بينما استطاع الثوار دحر جميع محاولات التقزيم هذا الشعب من خلال الإساءة له، مثلما تمكن الثوار من إخراج الأصوات النشاز التي حاولت إلصاق التهم الباطلة بهم بتوجيه الاتهامات للثوار كوصفهم بأبناء السفارات أو المندسين أو أصحاب أجندات أجنبية. وأعادت أيضا هذه الثورة العظيمة للذاكرة أمجاد العراقيين الكفاحية ضد الغزاة والمحتلين والحكومات العميلة أو الدكتاتورية. عن الذكرى الأولى إذن لثورة تشرين كتب عون القلمشي في مجلة الجاردينيا. بعد أيام قليلة تدشن الثورة العراقية عامها الثاني، وهي تحمل معها عدة حقائق دامغة، منها عجز أجهزة القمع الحكومية وسلاح الميليشيات المسلحة والحرس الثوري الإيراني عن إنهاء الثورة العراقية على الرغم من سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، ومنها أن الثورة رغم سلميتها أثبتت قوتها وصمودها وكسبت تأييد شعوب العالم واحترامها الكبير، ومنها أيضاً أن أهدافها السياسية وفي مقدمتها استعادة الوطن المنهوب لم يجر التراجع عنها أو المساومة عليها أو القبول بأنصاف الحلول، حيث تجاهل الثوار رضوخ أشرار العملية السياسية إلى بعض مطالبهم واعتبروه خديعة الغرض منها الالتفاف على الثورة من قبيل استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أو التراجع عن ترشيح محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي أو إجراء تعديلات ترقيعية لقانون الانتخابات أو تحديد موعد للانتخابات المبكرة في حزيران العام القادم أو اعتقال فاسدين من الدرجة العاشرة. ومن حقائق الثورة أنها تميزت عن غيرها، فقد شملت معظم المدن العراقية وخاصة المدن الجنوبية وانضوى تحت لوائها الشعب العراقي بمختلف تنوعاته، والأهم من ذلك أنها قدمت شعاراتها السياسية على حساب الشعارات ذات المحتوى الخدمي والمعاشي، وفي مقدمتها إسقاط العملية السياسية برمتها من حكومة عميلة وبرلمان مزور وقضاء فاسد. كشفت الثورة عن أن ما يدور بين أطراف العملية السياسية من خلاف لا يتعدى الخلاف على المناصب والصفقات المشبوهة وسرقة الأموال والثروات، وأي ادعاء غير ذلك عن بطولات الحكومة الجديدة وتوجهات رئيسها لاستعادة هيبة الدولة وحل الميليشيات وحصر السلاح بيدها أو تلبية حتى مطالب الثوار ليس سوى أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة. عن النظام السياسي الفلسطيني وإعادة ترتيب الأوراق كتب هاني حبيب في صحيفة الأيام الفلسطينية: يجب اتخاذ خطوات جدية لإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني المؤهل لمواجهة المخاطر والتداعيات والتحديات كافة التي تفرضها مقاومة صفقة القرن بالتوازي مع مؤامرة الاحتواء والتي عبر عنها التطبيع العربي مع كيان الاحتلال الغاصب. من المفترض أن يصبح المشهد الفلسطيني أكثر وضوحاً خلال الأسبوع القادم، وذلك انتظاراً لما ستتمخض عنه اجتماعات حركة حماس القيادية بشأن التفاهمات مع حركة فتح حسب ما أعلن عنها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وكذلك بانتظار ما يمكن أن تتمخض عنه اجتماعات الأمناء العامين للفصائل والمقررة في الثالث من الشهر القادم، واحتمالات كبيرة بتحديد موعد دقيق لإجراء الانتخابات التشريعية خلال 6 أشهر، وربما مواعيد لاحقة لانتخابات رئاسية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني. خلال هذه الفترة يمكن التوصل إلى توافقات قد لا تخلو من مشكلات، خاصة أنها تتوازى مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتأثيرات نتائجها المباشرة على العديد من الملفات الفلسطينية على ضوء صفقة القرن وخطة الضم، مع التأكيد على أن الانتخابات التشريعية استحقاق وطني ديمقراطي فلسطيني لا يجب أن يخضع لأي عناصر خارجية، وبالتالي ينبغي عدم ربطها بالانتخابات الأمريكية. ولعل أحد أهم مخرجات مؤتمر الأمناء العامين السابق ما صدر عنه من بيان ختامي تضمن توافقاً سياسياً غير مسبوق بين حركتي فتح وحماس، ما يمهد الطريق عملياً لصياغة موقف سياسي موحد من شأنه أن يزيل إحدى أهم العقبات التي وقفت في طريق توصلهما إلى مصالحة حقيقية فيما بينهما.
بعد 13 عاما من الانقسام الفلسطيني، هل بتنا أمام وضع حد نهائي له في ظل التوافقات الجديدة والأكثر جدية؟ أم أن احتمالات الغرق في التفاصيل من شأنه أن يعرقل بعض الخطوات بهذا الاتجاه؟ يبقى هذا السؤال مشروعا في ظل التجارب السابقة. لم يتجاوز إجمالي ما دفعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضرائب الدخل الفردية $750 في عام 2016، وبذلك على وفق ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز. فيما سارع البيت سيد البيت الأبيض، سارع ترامب لنفي صحة المعلومات التي وصفها بأنها أخبار مضللة. ترامب دفع أيضاً $750 في العام الأول من ولايته، وأنه لم يدفع أي ضرائب دخل على الإطلاق في 10 من الأعوام 15 السابقة، لأنه أبلغ السلطات الضريبية أن خسائره تفوق بأشواط مداخيله. قالت نيويورك تايمز إن البيانات الضريبية التي اطلعت عليها تشكل خارطة طريق للكشف عن معلومات مخفية، من شطب تكاليف محامي دفاع جنائي وقصر يستخدم للعطل العائلية إلى محاسبة شاملة لملايين الدولارات التي تلقاها الرئيس لقاء تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2013 في موسكو. وبعيد نشر التقرير، نفى ترامب صحة المعلومات التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز، وقال للصحفيين إنها أخبار مضللة تماماً، مختلقة وزائفة، ولا يفرض القانون على الرؤساء الأمريكيين نشر تفاصيل بياناتهم المالية، إلا أن كل الرؤساء المتعاقبين منذ ريتشارد نيكسون قاموا بهذه الخطوة. وبقيت عائدات ترامب الضريبية مثار جدل طوال ولايته، وصولاً إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 23 نوفمبر المقبل، الذي يسعى فيه ترامب للفوز بولاية رئاسية ثانية. شب حريق تحركه رياح شديدة في قلب مقاطعة نابا فالي بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وامتد عبر ما يزيد عن 1000 دونم، مما أجبر السلطات على إخلاء مئات المنازل ومستشفى بحسب ما قالته السلطات. وأيضا اندلع الحريق شرقية كاليستورجا الواقع على بعد نحو 120 كيلومتر شمالية سان فرانسيسكو، وامتد نحو بلدتي دير بارك وسانت هيلينا القريبتين، مع اقتراب ألسنة اللهب من مستشفى أدفانست هيلث في سانت هيلينا، حتى أصبحت على بعد ميل واحد منه. وأظهر صور احتراق فندق في منطقة سانت هيلينا، حيث أدت حرائق إلى تدمير آلاف الهكتارات والمنازل، وأدت أيضا إلى وفاة وإصابة عشرات الأشخاص. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله على صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.